You want to play something original, something else, whatever you want. No. I'm gonna stage it. I'm out of ideas today. Yeah, what's up? Out of ideas. Out of ideas, alright. Way too much. No problem. No problem. Thank you very much. Yeah, you're welcome, bro. Come on, applause for your friend, like, yeah. Bravo! What's your name, bro? Maciej. And yours? Mood. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, bro. Is there anybody else who wants to play? Yeah. Anyway, I guess that. Do you wanna? No, I will go. You go now. So, you have a contact or only for your procedure? Yeah. I wanted to see you. You have. What's your name? Is I know. I have no Benjamin. You are here. Yeah. Here now. Talk, talk, talk. I think it's maybe like not so perfect. Guys, I just want you to know that please don't be scared of my black eye right here. Like, I don't even know, like, I was just walking down the street in near Ruska, and then, like, one of the skinheads, he came, I didn't even see who hit me, somewhat, but he came and hit me, so for no reason. Way. And all of the kurva, all of that. That is not happening in Poland nowadays. Yeah. That was for free. But anyway. Like, just don't get scared, Pia, for it. Like, I just... Because I saw one little lady earlier with her kids in Burger King. I was just walking. She was like... I was like, no. Come on. Actually, it doesn't look that bad. It doesn't look that bad, right? Yeah, no. Actually, not even look. Actually, mood, you are looking good with it. You know? Like, yeah, I would look, tough. Yeah. See you. Yeah, I have a I can translate for you if you want. علشان اتكلم معاها صاحبتها. Okay. انا ما بدي. قلت لها no thank you. انا بتفكيري انا ما قال لي صاحبي المغربي ممكن الله اعلم. انا مو عارف. زين. قال لي ان هاي الولد هذا الجرمي كان عاجباه هذه البنت اللي قالت جاك اللي قالت لي I can translate for you. انا ما بعرفها. يعني صارت ايش؟ يا ما بعرف حد فيهم، انا كنت واقف بشوف حد بشوف ما شفتش كنت قلت لها نو ثانك يو بس انا اقول لها نو ثانك يو حد اخذني ما شفتش حتى وش حتى اخذني وضربني براسه هاي احنا راح نقول لا بيها ولا عليها لا بيها ولا كل شيء بسوي احنا في المغرب ما بيها ما عليها احنا تقريبا نفس الشيء ما بيها ما عليها اخويا يا عندن هي هذه الدور كنت حطيت كده هو بس لما اخذ راسي فوق ما لقيت صح ما لقيت حد واقف في ثانيتين ولا ثلاث شوف سكران جاء شاف هيك موقف نو انا على بالي انه البنت عاجبها ولا شيء احتمال لو صديقته او ولا صديقته ولا صديقته ما جزء عايفته والله ما تعرف
تمام مسيح التدليك لو مكانه واضحه اي بس الثلج الحمد لله لو ما كان الثلج امبارح انا هنا انا هون المره اللي فاتت العام اللي فات جبت هون 16 هي organization بولونيا ما بدها مصريين في مصريين اصلا ولا جوا ما بدهم يعملوا فولنتير انت بيقول لك ايش اعمل لك فولنتير انا بروح اعمل لك فولنتير يا apart from this غير هذا هو الصراحة المرة اللي فاتت أنا صاير لي حكيان هون لو بس ما في مشكلة بس تبقى هون معي الحين أنت مو على you're not on a hurry right now يعني نوعا ما لازم يعني ممكن ابقى فد شوي يعني في ربع ساعه ان شاء الله اي 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 اوكي بيجي بس الديفرنس الفرق عم بيدوني شويه مصاري بيعطوني كنت بدي دروس فرنسي هنا في مدرسة في ريك بدي دروس فرنسي ألف زلوتي موحة والله لو عارف كده والله ما كنت بيجي عامل فايت وقال لي الولد اللي في الأورجانيزيشن قال لي ألف زلوتي ممكن تعطيها روم ستيك عن كرة رنت يتأجر يعني يتأجر بها غرفة وتعقل و... يعني يدوبك الإيجار هذا يعني يدوبك الإيجار لما أجي غرفة يعني مو كثير يا غرفة وما كان عندي مصاري كثير مشيت ورجعت المغرب مصاري أكثر ومشيت ورجعت الحاجة الوحيدة اللي طلعت بها من عام اللي فايت أنه انقبلت في قطر أويس وعملوا لي work permit واجيت على يناير بس في واحدة كانت هنا صاحبتي هي الجريف عملت لي شوية مشاكل علشان كده أنا كان لازمني أدفع أوراقي على الكارت قبل سبعة هي عملت لي مشاكل طردتني من البيت أخذت لي ثيابي وكنت مريض في الأيام جاء يوم سبعة ما دفعت اليوم اللي من بعده قال لي أنت اللي هنا في هولندا ولازم تمشي رحت المغرب بعد 12 11 رجعت هون على فولنتير فولنتير هما لما تعمل فولنتير ممكن يعطوك نعمة شيء مصلح يعني انت اوكي مكان يعطيك مكان غرفة ولا نريد باد لصالحنا اوكي باد ولكن علشان انت بتاع الضبط اجيب معك بس حاليا
حاليا عندي شهرين هم الأخرين. عملت ديسمبر دلوقتي بقي لي لازم أروح على 27. رايح راح ترجع له ما ترجع. أنت هذا إن شاء الله ما تتوقف الراحة يعني. حرامات إيه. وقبل بالكول سنتر إنجليزي. فرنسي إنجليزي كم قوي كلش. إيه إنجليزي ولا فرنسي أحسن. فرنسي إيش ما تقوي إنجليزي. المشكلة الآخر. وهذا الوقت حكيت أنا محامي قلت له بحرية ممكن يدبر في الشيانة ودبر الشيانة بس لازم ديني شوية ثمن صغير يعني بعمل كارد جيت بس باخذ 1000 يورو تقريبا 4000 قلت له حاضر بعمل لك فيرست بعمل لك عندك حل انا حشوف لك لو ممكن تبقى هون بعمل لك الورد بيرمت وكاتبك ما تروح تبقى هون ولا بتروح على المغرب وبعمل لك الورد بيرمت بروح باخذ فيزا اخرى بس علشان الورد بيرمت يعني ايه بس حتكون احسن ولا لكن ما تعرف ما يعمل الورك ولا الفيزا ما لا تشتغل ما في ضمانات يعني ما في ضمانات الصراحة صراحة صراحة أنا حياتي في المغرب هي جيدة كموسيقي الحمد لله موسيقي في المغرب المشكلة الوحيدة في الموسيقي في المغرب إنه مو مضمون لما تشتغل تأخذ مصاري أكثر من الناس العاديين. For example, هم في المغرب الناس عاديين يأخذوا 300 يورو في الشهر ولا 300. Average is 250 minimum. Okay. 250 euros. But maximum is for months salary. Yes. Salary. Most of the people يأخذوا 300 يأجروا 200 ويأكلوا 150 كانوا 50 لازم غالية المغرب يا غالية علشان كده 350 ولا 600 ما بتعملك عائلة ممكن تعيش لحالك شوية الحمد لله أنا كموسيقي بعمل 500-600 أنت شغلك شو يعني بعمل موسيقي أنا خلصت جامعة أدب إنجليزي. أوكي نعم يعني كمان أدب إنجليزي. أدب إنجليزي و. أقول لك علشان تشتغل في المغرب. وشغلك هناك بالموسيقى كنت شغال شو تشتغل بالموسيقى؟ يعني بشو بأشغال شو بالذات؟ في مناسبات أو. أوكي. ريستورانت بعمل مع فرقة بنعمل كل يوم. المشكلة أنا ممكن أروح على هذا الشغل بس مو مضمون إنك تشتغل حياة كنا ولا تشتغل فترة طويلة هما في المغرب يقولك هذا إحنا اشتغل معاي اشتغل معاي شهرين ثلاث أشهر ما في زباين يقولك الله غالب بس أنا بقولك بصراحة أنا ما يعطيني قلبي أعمل أنا في صحابي هون كثير يقول لي أعمل ما في في المغرب ما تعرف شو أعمل لجوء ما هو أعمل لجوء ما يعمل لجوء إيه والماء اللجوء زحمة يا بس قلت لهم ما يعطيني قلبي و ما بعرف انه ممكن تشتغل انه هي شغله كويسه ولا هم ممكن يتغضون يقول لي لا في المغرب ما في